طيب يا شيخ، السؤال الثاني، هل يجوز تنبيه السائقين بوجود ساهر على الطريق؟ لا، هذا ما يجوز، لكن لك تحذرهم عن السرعة لما فيها من الخلل وما فيها من الخطر عليهم وعلى غيرهم، ولو كان ما فيه ساهر، ولو كان ما فيه ساهر. إذا كانوا لا يمتثلون ولا يقبلون النصيحة فاتركهم لينالوا عقابهم من ساهر ومن غيره. نعم.